لو عاوز تتأكد بشكل مبدئي ان الكمبيوتر او اللابتوب ما فيهوش فيروس او لو شكيت ان فيه فيروس ممكن تعرف من غير ما تحمل تطبيقات زيادة وبشكل مجاني. هتدوس على ويندوز R على الكيبورد هيفتح الران، هتكتب MRT وتدوس اوكي يس وتلاقي فتح ويندوز مالشس سوفت وير ريموفال تول، هتدوس نيكست تختار كويك سكان وبعدين نيكست، هتلاقيه ابتدى يعمل سكان وممكن يطول شوية وفي الاخر هيكتب لك كام برنامج دار في جهازك، وبكده تكون اتأكد من غير ما تحمل برنامج بشكل مجاني.